مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم حقق حلمك معانا على قناتكم قناه الصحه والجمال. وزي ما انتم متعودين دايما ان برنامجنا مهتم بقضايا الشباب واحلامهم وطموحاتهم وابداعاتهم، وكمان بنساندهم لتحقيق كل احلامهم، وكمان بنسلط الضوء على جميع النماذج المشرفه. ومش بس كده، احنا كمان بنهتم بالقضايا السياسيه والاجتماعيه والقوميه، علشان كده برنامجنا حقق حلمك معانا هو طريقك للنجاح. ننتهز الفرصه النهارده ونهني الشعب المصري والحكومة المصرية والقيادة السياسية بذكرى ثورة 30/6. أما على حلقتنا النهاردة، حلقة مهمة جدا، دي تكملة لسلسلة حلقاتنا اللي اتكلمنا فيها عن أزمة سد النهضة. النهاردة هنكشف المستور عن تداعيات أزمة سد النهضة دوليا وعربيا. ولازم نكون عارفين إن احنا عندنا حكومة واعية سياسيا ودوليا. والنهاردة مصر رجعت تاني لدورها السياسي إنها تقود المنطقة العربية. النهارده معايا ومعاكم ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا، سياده المستشار رضا الحبشي، المستشار للدبلوماسيه الخارجيه. منورنا النهارده يا فندم. احلى حلقات بيكون معاك، انت بتفهمنا حاجات كتير، بتقول لنا حاجات مهمه وحصريه لبرنامجنا حقق حلمك معايا. انا ببقى سعيد وانا معاكم. اهلا بك سياده المستشار، نورتنا. اهلا وسهلا. هنطلع فاصل ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونبدا اولى حلقتنا. وتفضل اول سؤال. ايه هو الجديد في ازمه سد النهضه بعد اجتماع مجلس الامن الايام اللي فاتت؟ نبدا الاول بدء ذو بدء، نقول للشعب المصري كل عام ودو 30/6 وانتم طيبين. وربنا يا رب ينصر مصر دائما وابدا، ويحفظ لنا جيشنا وشرطتنا وقائدنا. ونبدأ بسد النهضة. الجديد أن المسؤولين الأثيوبيين بيتكلموا كلام كتير وما شفناش منهم أي حاجة. يعني آخر حاجة كان وزير الدفاع الأثيوبي طالع بيستفز مصر، كان الرد من وزارة الخارجية المصرية بهدوء شديد جدا كما تعودنا من الخارجية منذ 10 سنوات، من فترة وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صدارة الحكم، وده جاي بمطلب شعبي. لكن احنا الحمد لله رب العالمين بنخطو خطى جيدة في المجتمع الدولي، والسودان قدمت طلب لمجلس الامن، وطبعا اثيوبيا معترضه كالعاده. طبعا عايزين نعرف منك يا سياده المستشار، ايه اللي حصل في اجتماع جامعه الدول العربيه اللي انعقد في الدوحه؟ لا، انا ممكن اسمي اجتماع وزراء الساده وزراء الخارجيه العرب في الدوحه بانه اجتماع قوي، واجتماع به قرارات قويه، أو البيان الختامي ليه كان قوي، وطلب تونس العضو العربي الموجود في مجلس الأمن بصفة غير دائمة بالقيام بمهامه. وكان أثيوبيا حتى لقينا التصريحات بتاعتها خارجة متضاربة بسبب قوة البيان، وده يقول إن مصر تعامل متعاملة مع هذا الملف بكل قوة. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واخد الموضوع على محمله، لأنه قال ولا نقطة مية، وهو فعلا سيفي بكلماته. وإحنا نقدر نصنف البيان الختامي لجامعة الدول العربية إن هو كان بيان قوي قوي جدا. في سؤال بيراودنا سيادة المستشار، هل أزمة سد النهضة دي أزمة مفتعلة لاكتساب انتخابات أثيوبيا؟ هي أزمة مفتعلة. ليه؟ لأن أولا أثيوبيا مش هتستفاد من سد النهضة، ولو كانت استفادت كانت استفادت من الشدود اللي قبل كده. أيوه. طب هي مالت 5 مليار، 5 مليار دول يشغلوا 3 تربونات أو 4 تربونات، ما ولدتش كهرباء منه ليه؟ فهي أزمة مفتعلة. وتاني حاجة، هي بتقول ان انا هزرع، هستخدم المياه في الزراعة. اولا
أرض أثيوبيا كلها صخور، أرض صخرية مش زراعية، مش زراعية. فده طبعا دي بالنسبة لي دي أزمة سياسية مفتعلة، واللي هو رئيس الوزراء بتاعها عايز ينجح بأي شكل إن شاء الله على جثث دولته. ده طبعا ده أسلوب مش سياسي ولا احترافي ولا يعني ولا بشري. اكيد طبعا تحس انه مجرم حرب. ما اقدرش اقول كده لان ده نخليه في وقته. معالي المستشار، محطات المياه اللي انشات في مصر في اسكندريه وفي مطروح هي بديله لحصه مصر في نهر في نهر النيل؟ لا، هو حضرتك تقصد اللي هي ايه، محطات التحليه. تمام. اللي هي على البحر. طبعا هي مش بديله، هي حل مؤقت. لا 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 لا، هي مش بديله. ديت بتنتج هتنتج مثلا حوالي من 2.5% ل 3% بس، ديت لمياه الشرب. لكن طب مياه الزراعه عملنا اللي هي المحطات اللي هي بتاعه التنقيه بتاعه مياه الصرف، وطبعا برضو مش هتكفي. تمام. بردك فكره ربط بحيره فيكتوريا بنهر النيل، هل بسبب ازمه سد النهضه ام تنشيط سياحي ام تنميه اقتصاديه؟ طيب احنا الاول بس نقول الفرق ما بين دولة بتبني اقتصاد ودولة اللي يهمها الكرسي. احنا هنخرج بس ثانية عن الموضوع الرئيسي اللي هو سد النهضة، او عن سؤال حضرتك عن فيكتور. مصر وقعت يوم السبت اللي فات اللي هو اول امبارح مع دولة جنوب السودان الدراسات المبدئية لسد أوي. طيب سد اويا دوت، احنا بنبني سدود اهو يبعد عن مدينه اويا اللي في جنوب السودان 9 كيلومتر، وسد اويا ده هينبني على المصب بتاع بحر الغزال اللي هو بيجيب لنا بيدي لرافد النيل الابيض. طب مصر بتبني سد لاغراض لتنميه السودان، لتنميه جنوب السودان. طيب بتعمل ايه؟ اول حاجه هيدي مياه شرب نقيه ل 500,000 مواطن جنوب سوداني، وهينتج من 4 من 10 ل 4 من 10 ميجا وات كهرباء. يعني معنى ذلك ان احنا بننمي، لا ما بنقولش لا ما تعملش، احنا اللي هنبني. يعني احنا الدراسات احنا اللي هنعمل. نيجي لبحيره فيكتوريا. بحيره فيكتوريا دي شركه، دي فكره مصريه خالصة. ليه؟ أنا هدي لحضرتك مثلا. دلوقتي السايح بيجي لنا ياخد المركب من الأقصر لأسوان يتفرج على المعابد والآثار بتاعتها. طب نتخيل سوا كده إن هو لو خدها من أسوان لغاية بحيرة فيكتوريا هتبقى السياحة شكلها إيه؟ طب الدول ديت حبيسة اللي هي على بحيره فيكتوريا، واقول لحضرتك كمان ان اثيوبيا طلبت انها تخش في هذا المشروع لانها دوله حبيسه. تمام. حبيسه ما لهاش شواطئ. طيب احنا دلوقتي الدول دي عندها نباتات او فواكه الاستوائيه بيرموها كلها في النهر في البحر، ما بيستخدموش. طيب ما فيش، واحنا محتاجينها. تمام. والعالم الخارجي محتاجها. مظبوط. طب بس هيوصلوا لها ازاي؟ فاحنا لو ربطناها احنا كده عملنا ايه؟ ربط اقتصادي سياحي. يعني دوله بتدور على الاقتصاد لسبع دول حبيسه. بالزبط. ودوله عايزه تموت شعبين. أكيد. مصر والسودان. طب تمام. لماذا يا دكتور، معلش السؤال اللي انا عايز اساله من ساعتها، لماذا لم يحكم ابي احمد كمجرم حرب على الانتهاكات اللي هو ارتكبها بقى اثيوبيا واتحطوا بكل مهارتين؟ طيب اقول لحضرتك حاجه. اولا ابي احمد لن يحاكم دوليا في الوقت الحالي. نتذكر ما حدث في البوسنه والهرسك، يعني بعد ما الدنيا هديت في البوسنه والهرسك ابتدى يتحاكموا اللي هم ويتحاكموا دوليا اللي هم قاموا بهذه المجازر الدوليه. ولكن ابي احمد بيستخدم الفوسفور الابيض المحرم دوليا
وهو اقوى من النبل، واخد بال حضرتك، بتوصل درجه الحراره بتاعه الجسم لما بيلمسها هذا الفسفور الى درجه 2400 درجه حراريه. متى يعني ممكن نقول انه هو بيصفيه؟ تمام. وطبعا ديت كان ببعض شهاده من نجوا من ضرب التجري. اما ابي احمد فهو ما خلاش معارضيه على موجودين، كلهم في السجون، كلهم مسجونين، كلهم في السجون. طيب ابي احمد دلوقتي كده اعتبر الانتخابات بتاعته، طب بتاعتك ازاي وفي خمس اثيوبيا لم تنتخب؟ يعني اقليم زي اقليم تجري لم ينتخب، وفي المهره وفي غيره وغيره وغيره ما انتخبوش، خمس. يعني انت عندك لو محافظه واحده في مصر ما انتخبتش ده في مشكله جامده، الرئيس السيسي مش هيعمل انتخابات. بالظبط. تمام. لكن ده خمس البلد بتاعته وبيعمل انتخابات. طب بناء على ايه؟ طب قول لي انت عامل 100 سد وعامل سدود الدنيا، فرز الاصوات على كشافات؟ فرز الصوت الاصوات بتاعت الناس على كشافات وفي خيم غير مؤمنه؟ يعني انت بتاخد الصناديق تحطها في خيم، هي كده مؤمنه؟ لا طبعا. لكن قواتها هتحاكم، هتحاكم محاكمه دوليه، وده واضح للعيان، هي والقوات الاريتريه المشتركه معاها. سيادة المستشار، برضك في كده سؤال بيراودنا، هل فعلا اثيوبيا بدات بملء السد الثاني للسد؟ يعني تقصير حضرتك ان هي ملء السد، الملء الثاني للسد، المرحله الثانيه للسد، مع ان في مصر معترضه والسودان معترضه. طيب ايه هو الحل الامثل لوقف ملء السد؟ اولا احنا بفرح السيد وزير الخارجيه سامح شكري ان احنا مراقبين منابع النيل في اثيوبيا اعلى الهضبه، ومراقبين سد النهضه، مفيش اي مؤشرات تقول ان اثيوبيا بدات الملء الثاني. طب وهي هتبدا الملء الثاني ازاي وهي لما عملت الملء الاولاني غرقت، ملأت المجرى اللي في النص اللي هي عايزه تزوده ميه، عشان تملاه لازم تفضل الميه دي عشان تبدا تبني وتعلي للمستوى الملء الثاني. فصرح السيد رئيس وزير الخارجيه ان مفيش ملء في الوقت الحالي، مفيش اي اشاعه، يعني اشاعه وهم بيصيروا اشاعات يعني. طب يا سياده المستشار، سياسه النفس الطويل اللي اتبعها الخارجيه المصريه والحكومه المصريه الى اين ستنتهي؟ يعني هتنتهي امتى يعني كده؟ اقول لحضرتك، اولا نشكر السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي على سياسته الغير انفعاليه، وهو فعلا متابع سياسه النفس الطويل. اما اثيوبيا فتريد علينا سياسه فرض الامر الواقع. السيد وزير الخارجيه راح تونس وهي العضو الغير دائم في مجلس الامن بالنسبه للعرب، واطلع السيد الرئيس قاسي سعيد على المستجدات سد النهضه، واداله رساله خطيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشرح له كل حاجه في هذا الموضوع. تاني حاجة ان السيد الرئيس قاسي سعيد قال انا مع مصر في اي اتجاه تتجه. ده طبعا احنا ده كده واخدين سبورت من جامعة الدول العربية. تاني حاجة السيد سامح شكري وزير الخارجية راح جيبوتي وادى رسالة خطية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس جيبوتي، برضه وضح له الموقف المصري في موضوع سد النهضه. فدي كلها تحركات على الارض، تحركات على الارض بنكتسب بيها تأييد المجتمع الدولي، لغايه ان هو حتى السفير بتاعنا في كندا عمل اجتماعات مع رؤساء ورؤساء الاحزاب واعضاء مجلس الشعب في كندا، ووضح لهم الموقف بتاع مصر بالكامل تجاه سد النهضه.
يعني نعرف من هذا الوضع ان احنا بنتحرك سياسيا كويس جدا. اما اثيوبيا ما وراهاش غير الشائعات والمؤتمرات زي ما قال دينا مفتي اللي هو بتاع المتحدث بتاع الخارجيه بتاعتهم بيتكلم احنا نقدر واحنا نعمل، لكن احنا الحمد لله رب العالمين كسبانين تأييد المجتمع الدولي، وده من السياسه الحكيمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني هل حضرتك ممكن نلجأ للحل الأخير بقى خالص للحرب؟ لا والله أنا ما أقدرش أقول هذا الاتجاه، لأن الاتجاه ده قيادة سياسية ومجلس أمن وطني، وأنا راجل بتاع علاقات، فما ما أقدرش، لأن ديت أنا مش هفرض على القيادة السياسية إنها تقوم بحرب، لأن الكلام اللي إحنا بنشوفه في السوشيال ميديا ده مش يعني كلام مش كويس، ان انا لازم تضرب ولا طبعا خلي بالك اللي بيقول لك لازم تضرب ده مش عارف، لا مش سيبك من عارف ولا مش عارف، لا ده هو معاه اجنده بيوجهك انت كشعب ان انت تطلب بالضرب، لكن انت عارف هل هي عواقب الضرب ايه، او انت اصلا عارف انت وصلت لايه، انت وصلت لتأييد اكثر من 3/4 المجتمع الدولي، اكثر من 3/4 المجتمع الدولي. معلش سد النهضه ده هيبقى نقول مثلا ايه مش قد المشكله كان اللي كان ما بين الارجنتين والاورجواي، وحكمت فيها محكمه العدل الدوليه لصالح الارجنتين. احنا اوراق الاوراق بتاعتنا قويه رغم عدم اعتراف اثيوبيا بمعاهدات كثيره. طب في نهاية حلقتنا تحب تقول حاجة عن للشعب المصري عن 30/6؟ أقول لهم كل عام وانتم طيبين، وربنا سبحانه وتعالى أنقذنا من مخطط كان مرسوم لنا بشيطانية، بس ربنا سبحانه وتعالى حافظ مصر وحافظ أهلها، ونحمد الله على ما حدث، ونقول كل يعني نقول في كل وقت تحيا مصر بزعيمها وشعبها وشرطتها وجيشها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طبعا تحيا مصر. والنهارده يعني وقتنا بسرعه خلص، طبعا بنشكر حضرتك ونشكركم اعزائنا المشاهدين، كانت حلقه ممتعه من سياده المستشار رضا الحبشي، بجد امتعنا بكل المفاجآت اللي قالها لنا النهارده وحصريا على برنامجنا حق حلمك معانا قناه الصحه والجمال. وبنشكر طبعا صاحب الفكره وكاتبها الكاتب الصحفي شريف شعبان. واعزائنا المشاهدين كان وقتنا ممتع جدا معاكم، وكانت معاكم مديحه حمدي محمد القزق. انتظرونا في حلقه قادمه مشوقه ليكم. نورتنا ست مستشار. الف شكر لحضرتك. شكرا يا فندم.